والكذبة اللي تبلغ الآفاق مثل ما يفعله الممثلون، خصوصا إذا كان يتضمن استهزاء بشيء من الشرائع والشعائر أو استنقاصا لأهل الإيمان والصلاح والتقوى. هذا والعياذ بالله هو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يشرشر شدقه إلى قفاه، يؤتى بكلوب فيدخل في فيه ويجر يجرح ما بين فمه إلى أذنه أو إلى مؤخر رأسه من يمين ومن يسار ومن فوق ومن تحت. فسأل عنه فقيل هذا هو الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. هذا عمل الممثلين، يعني شيء لا أصل له، ويراد منه إضحاك الناس أو النيل من أهل الخير. هذا لا يفعله الإنسان ولا يصغي إليه ولا يحضر مجالسه ولا يتعلق قلبه به. هذا نقص في الديانة وإضاعة الأمانة، من أسباب قطع الأخوة الإيمانية وإحداث الجفا وضروب النفاق، من أسباب الشر والفتنة.